السلام عليكم. على فين حضرتك؟ وفي ميعاد سابق ولا يكلم غير بواب؟ مش معقولة كده بصراحة. مش احنا قلنا نتعامل بلغة الإشارة؟ خليها، اتفضلي. ماشي، اتفضلي يا نعم. كنت لسه على بالي بصراحة يا دهب. كتر خيرك يا مال. وأنا بفر في وصولات الأمانة اللي عندي لقيت كام وصل كده منعم مضيهم على بياض. العبيط ده، تلاقي دي الوصولات اللي كان بيسحب بيها مخدرات من عنتر واللي ما يتسمى سماوي. طب احمد ربنا بقى ان هم ما جوش في ايد حد غريب. الف حمد وشكر ليك يا رب، ربنا ستر. عايزك تمضي لي المعلم بشر على العقد ده. عيني. ده عقد بيع المحل بتاعكوا ليا، بدل ما ارفع قضيه في المحاكم وصولات الامانه اللي ماضيها منعم واسجنه وابوكي يعني كفل الشر يجرى له حاجه، فانا بقول ناخدها من قصرها. ممكن يمضي لي عقد البيع والفلوس اللي هتدفعوها للمحامي انتوا اولى بيها. ايه الكلام ده يا معلم؟ انت بتهزر ولا ايه؟ زمن الهزار راح، اللي جاي كله جد. يا نعمت، نقف على الباب بره من بدري، بس قلت اسيبك تقعد مع المعلمه براحتكم. كمان يعني حاسه ان في كلمتين كده بينكم ايه؟ كمان فهيمه والقطه وهي طايره. خلاص، وانا كل ما اقول لك كلمه ويك 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 رغي. قصدك انها رغايه؟ كف الله الشر رغايه، ده انت لطاطه. فين المحاميه بتاعتك؟ مش انا قلت لك انا عايزها؟ قاعده معايا بره من بدري، وشويه ربنا الشاي وقهوه وينسون وليمون وحلبة حصى، اندهلها لو سمحتي. اتفضلي يا معلم، مستنيكي. منال محمود ابو طالب، محامية جنائي ومدني واستئناف، ومفيش قضية تستعصي عليا، لفيت جميع محاكم الجمهورية كلها. يعني أنتِ مشيتي نعمة من عندك عشان ترغي أنتِ بدلها؟ هو في مسابقة للرغي؟ فيها يا أستاذة؟ هتعرفيني بنفسك في ربع ساعة؟ سكي، دي وصولات أمانة، عايزك ترفعي لي بيهم قضية في السريع، الحبس أو الدفع. بسيطة، جيت للمحامية الصح، حاكمانة تخصص إيصالات أمانة. اعتبر الحكم في ايدك يا معلم. خلاص، اقعدي على الترابيزه اللي هناك دي وراجعي الورق اللي معاكي. خدي خدي، راجعي كل دول وخليك عشان عايزك في شغل تاني. دي من النهارده المحاميه الخصوصيه بتاعتي. اوكي، شرفتي وانستي يا انسه دهب. هو ايه اللي بيحصل يا معلم؟ هو ايه اللي حصل اهم من هو ايه اللي بيحصل؟ والسؤال ده اجابته عند المعلم بشر. نورتيني في مكتبي المتواضع، لما تيجي المرة الجاية يكون معاكي عقد ممضي. اشترك في باقات واتشت الشهرية من 14 جنيه و99 قرش، وباقات سنوية من 149 جنيه و99 قرش.